أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا، عدنا لكم بوصفة جديدة وهي لتخسيس الوزن وحرق الدهون الموجودة في طبقات البطن. وصفة بسيطة وسهلة جدا ومكوناتها بسيطة، تابعونا بعد الفاصل. فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو. إذا أحبابنا، بعد هذا الفيديو وهذه الوصفة التي أمامكم التي تعمل على تسريع عملية الأيض وحرق الدهون، فلن تحتاجوا إلى أي وصفات أخرى. هذه الوصفة ممتازة جدا في حرق الدهون وحرق طبقة البطن والكرش، أيضا بالإضافة إلى ذلك عمل تمارين رياضية مهم جدا أحبابي في هذا الموضوع. المكون الأول وهو الكافيه أو النسكافيه، وممكن إنك تستعمل القهوة، ومكون آخر وهو الليمون، بيساعد بشكل كبير على إنه يقوم بحرق السعرات وحرق الدهون الموجودة في المعدة والأمعاء. طبعا لازم إنه يكون النسكافيه الذي تستعملونه أو القهوة سادة غير مضاف إليها أي سكر. زي ما أنتم بتعرفوا إنه بعد وجبات الغداء ممكن واحد يحتاج إلى إنه يشرب قهوة، فممكن عادي جدا تستعمل قهوة بدل النسكافيه. المهم هذه المواد الكافيين فيها بيكون عالي، فبيساعد على عملية الأيض بشكل كبير، وبالتالي وجود الليمون أو قطرات الليمون مع هذا الكافيين بيسرع عملية حرق الدهون الموجودة في المعدة والأمعاء. فخلينا نتابع مع بعض طريقة تحضير هذه الوصفة وطريقة الاستعمال. إذا أحبابنا، كما شاهدتم أن قمنا بوضع ماء مغلي ودافئ في كاسة ومضاف إليه الكافيه، ونضع أيضا عصير نصف ليمونة أو ليمونة كاملة حسب الحاجة. طبعا هذه يا أحبابي الكاسة ممكن نستعملها نشربها يعني مرتين في اليوم، مرة صباحا ومرة مساء، أو ممكن تكون مرة صباحا ومرة بعد الغداء، يعني بيكون في غذاء دسم، فبالتالي الواحد يعني عشان يحرق دهون اكثر ممكن يشربه، مع ايضا استعمال رجيم التخسيس وان نقوم بعمل التمارين الرياضيه اللازمه لهذه العمليه. استمروا احبابي في هذه الوصفه حتى يعني تحصلوا على الجسم المثالي والنتيجه التي تعجبكم وترضيكم. لا ضرر من هذه الوصفه ولا خطوره من هذه الوصفه ولا تشكل اي خطر على صحتكم. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعه. لا تنسوا أحبابي الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأيضا وضع لايك أسفل الفيديو لمزيد من التشجيع. انتظرونا إن شاء الله بموضوعات جديدة. إلى اللقاء.